في شرم الشيخ في البطوله، كانت من يوم 21 ل 25 ديسمبر النهارده كانت النهائي، وقدر يفوزوا بطولات من 14 سنه للدرجه الاولى بدايه من 14 سنه. ما شاء الله النادي الاهلي لسه كسبان درع الجمهوريه برضو في السباحه القصيره، يعني النادي الاهلي متزعم السباحه في مصر اذا كانت الطويله او القصيره. بنبارك لهم ونهنيهم ونقول لهم هو ده لعيبه النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي. بنبارك للجهاز واللاعبين واولياء الامور وكل اسره السباحه في النادي الاهلي. هنسيب السباحه ونروح لبطلنا الكبير كابتن كريم عبد الجواد، بنبارك له فاز ببطوله العالم في امريكا، لسه البطوله خلصانه. البطوله كانت من 17 ل 21 ديسمبر. كابتن كريم عبد الجواد لعب مباراه قويه جدا، ما كانتش مباراه سكواش، ملعب الاسكواش دايما ملعب هادي شويه، لكن الماتش اللي لعبه كريم عبد الجواد في الفاينل كان بيلعب في حلبه ملاكمه، ضرب من كل حته. اللعيب انجلترا يعني مش كان بيقفل عليه زي لعيبه السكواش، لا ده حصل ضرب وحصل اصابه لكريم عبد الجواد كمان في المباراه من كتر الكوع او الضرب اللي كانوا بياخده. لكن ما شاء الله بنبارك لمنتخب مصر بالفوز ببطوله العالم، اللي قدر في الفاينل يكسب ثلاثه، قدر يكسب انجلترا ويفوز، وكمان كريم فاز بالمباراه 3-2. مدير فني كابتن امير وجيه بنقول له الف مبروك، اتحاد سكواش بنقول له مبروك، وكمان اللاعبين كريم عبد الجواد من الاهلي ومحمد ابو الغار من الصيد وعلي فرج من دجله وطارق مؤمن من نادي الجزيره بنبارك لهم، وفعلا ما شاء الله عليهم حاجه جميله جدا. بنبارك لكابتن ايهاب عبد الرحمن، كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير بطل رمح، بطل مصر وافريقيا وتاني العالم وبطولات وانجازات كثيره جدا، رجع مره تانية للملاعب. كابتن ايهاب هو عندنا قال ان احنا انا اخر شهر 4، لكن ربنا كرم الحمد لله لما بعته للجان قدر الحمد لله كمان مصر قدرت تاخد الملف ده بشكل مختلف قدام العالم عشان ايهاب يبتدي يلعب من دلوقتي على طول. مؤتمر صحفي كبير اتعمل بان ايهاب عبد الرحمن موجود وان شاء الله بيستعد للاولمبياد. كابتن ايهاب عبد الرحمن هو عندنا قال حاجه مهمه تخص النادي الاهلي واكيد عايزين نفكروا بيها ونفكر كل جماهيرنا بيها. بصراحه انا اكتر حاجه مبسوط، انت هتقفل الباب لا انا اقول لحضرتك، انا اكتر حاجه مبسوط منها ان الناس اللي قفلت الباب دي بره مجال الرياضه، يعني بره الوزير، بره اللجنه الاولمبيه، بره الاتحاد، بره النادي الاهلي. بس الناس انا كنت متعشم فيهم شويه، بس انا بقول ان شاء الله يا رب انا هرجع احسن من الاول، وانا بابي هيبقى مفتوح لكل الناس ان شاء الله عشان ابقى على الاقل عند حسن ظن الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني. الناس دي يعني ما كلوش لحظه ان هم يدعموني ان ارجع زي الاول، لدرجه ان هم خلوني في النادي الاهلي هنا. يعني انا كلمه والله بقولها مش عشان في النادي الاهلي لعيب او في القناه، انا بقول الحقيقه خلوني هو ده النادي الاهلي. انا حابب اكتر حاجه انا حاببها ان ارجع البس تيشيرت النادي الاهلي في ماتش للنادي الاهلي. انا طول عمري كنت بحب ان انزل بطوله الجمهوريه هنا وهنا، بس فعلا يعني الدعم اللامحدود ده من اعضاء مجلس اداره ومن عميد مرجان لا انا عايز فعلا ارجع العب للنادي الاهلي تاني من الاول، عشان كده انا منى عيني ان انا اتاهل للاولمبياد في بطوله تبع النادي الاهلي، بطوله الجمهوريه، بطوله حاجه بتيشيرت النادي الاهلي فتاهل للاولمبياد فيها. دي اكتر حاجه انا بحلم بيها. واحنا بنحلم معاك ان شاء الله ان انت ان شاء الله تكون في المرحله اللي جايه باذن الله في حته مختلفه تماما، واكيد هو ده دور النادي الاهلي، دور النادي الاهلي يا جماعه. حلمنا معاك. حلمنا يا كابتن ايهاب عبد الرحمن معاك. احنا عارفين وواثقين فيك تماما، وكل مصر مبسوطة بالخبر وسعيدة بالخبر لأن حط عليك آمال كبيرة جدا إن أنت تقدر بإذن الله ربنا يوفقك في الأولمبياد وترفع علم مصر اللي كلنا بنفتخر بيه، وكلنا بنكون مبسوطين لما يجي لنا ميدالية في الأولمبياد، لأن ميدالية الأولمبياد ميدالية صعبة جدا في وسط العالم كله، وكل العالم كل وكالات الأنباء بتتداول هذا الخبر إن يكون حاجة أساسية، يعني بتقول إن مصر عندها بطل في لعبة الجمباز او لعبة الاسكواش او لعبة العاب القوة. كابتن ايهاب عبد الرحمن بنتمنى لك التوفيق، لكن فعلا الموضوع بنشكر كمان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لان خد الموضوع على عاتقه هو والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، وكمان الدكتور اسامة غنيم رئيس لجنة رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، اكيد تعبوا في الموضوع ده. الايقاف هيترفع عن ايهاب عبد الرحمن 20 يناير، لكن ايهاب عبد الرحمن وهو معانا قال ان هو بيستعد بقاله 4 سنين بيشتغل على نفسه
لكن المرحله دي يا كابتن ايهاب نتمنى لك فيها التوفيق، وهنتابعك ونركز معاك ومصر كلها مركزه معاك، لان فعلا عندنا امل كبير ان شاء الله ان ربنا يكرمك وانت راجع من طوكيو ميداليه ذهبيه باذن الله. اخر اخبارنا خبر سعيد جدا برضو لينا، وخبر عن التاهل للاولمبياد وكابتن مها عبد السلام نجمتنا الكبيره في الغطس. كابتن مها عبد السلام اتاهلت للاولمبياد رسميا من بطوله افريقيا، كسبت الميداليه الذهبيه وتاهلت لطوكيو 2020. مها عبد السلام نجمه النادي الاهلي، كان برضو اخر بطوله اخر اولمبياد مها عبد السلام متواجده داخل المحفل الاولمبي، برضو كانت متاهله وهي قدرت تكسب على 10 متر، وصلت الاولمبياد عن طريق ال 10 متر اللي هي الثابته كويس، ودي تاني مره ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكابتن مها عبد السلام وكل نجومنا الكبار في الاولمبياد يفرحونا ويفرحوا الشعب المصري بميداليات كثيره جدا باذن الله. خلي بالكم يوم الاثنين الجاي اخر يوم في السنه، حصاد السنه او حصاد الموسم بدايه من شهر 7 لغايه وقتنا هذا هنحصده مع بعض باذن الله، وكل نجومنا كمان يتاهلوا الى الاولمبياد هيكونوا متواجدين معانا ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله. عن كل اخبارهم وكل حاجه عن اخبار النادي الاهلي في السنه اللي فاتت هتكون معانا باذن الله يوم الاثنين اللي جاي. هنخرج لفاصل عشان نستقبل نجم من نجوم النادي الاهلي وكمان المدير الفني لفرقه 16 سنه لكره السله رجال او ناشئين او شباب